في يوم او في نهايه يوم فاز فيه الاهلي على المصري 2-0 بهدفين لكوليبالي في الدقيقه 11 ووليد ازارو في الدقيقه 73. ناخد الجزء الاخير النهارده من ملعب الاهلي مع كابتن سمير عثمان. مساء الفل. مساء النور يا كابتن. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا كابتن. كله تمام؟ الحمد لله يا كابتن. الحمد لله. اتفضل بقى. الاداره التحكيميه وطاقم التحكيم والحالات كله معاك. هو النهارده طبعا كانت مباراه القمه في الدوري العام اللي مباراه الاهلي والمصري. طول عمر المباراه دي ذات طابع تاريخي. مباراة مهمة. حكيت كم مباراة الأهلي والمصري؟ أنا لعبت 7 مباريات للأهلي والمصري. 7؟ 7 مباريات للأهلي والمصري. كتير. عددهم كتير جدا. كان أكترهم في بورسعيد. تمام. وأنا فاكر مباراة ما انساهاش يعني. كانت مباراة الأهلي والمصري. الماتش ده خلص 2-2. وانت عارف المباراه خاصه ان هناك بتبقى مهرجان. صح طبعا. وكان يعني عاوز اقولها بسرعه. كان الحاج سيد متولي طبعا الله يرحمه كان دمه خفيف جدا. اي مباراه اروح على المصري كان يخش لي الاوضه يقول ابو سمره ابوك حبيبي البلد هتولع هننزل. كل مره يقول لي كده. فجي ماتش الاهلي والمصري افتتاح الدوري. وانت بتتأثر كمان طبعا. في افتتاح الدوري يا كابتن سيد لسه الدوري ما ابتداش. لقيته دخل لي برده قال ابو سمره ابوك حبيبي البلد هتولع هننزل. قلت له تنزل فين؟ تنزل فين يا حاج؟ الدوري لسه. انت فاهم ازاي؟ اعتقد الماتش ده حضرتك لعبته كان خلص 2-2. كان في الاهلي في حد من فرقه الاهلي جاب جولين في نفسه وهو بيلعب الكره بيرجعها مره لورا. وابو تريكا في الماتش ده جاب جولين برضه. لا انا كان في بورسعيد هناك. يعني كانت مباراه كانت شهيره كانت هناك يعني. طبعا المباراه طبعا. طيب يعني النهارده بتبقى صعبه جميله. بتبقى جميله. بيبقى طبعا بصراحه مباراه على طول حماس عالي جدا سواء في بورسعيد او في القاهره. حتى برضه اما لعبوا في دوره الامارات برضه تحس بطبع عامل زي المباراه من وجهه نظري يعني. انا فيها حماس اوروبي اللي هو الحلو. النهارده كان طاقم التحكيم بقياده الحكم الدولي محمود البنا. ودي تاني مباراه يلعبها في تاريخه بين الاهلي والمصري. النهارده محمود البنا الحكم الدولي معاه المساعدين مساعد رقم 1 تحسين ابو السادات من الحكام الدوليين واحمد حسام طه حكم دولي. يعني الثلاث حكام اللي في الملعب ثلاث حكام دوليين معاهم الحكم الاضافي اللي هو الخامس كابتن طارق مجدي والحكم الاضافي الاخر محمد حسن حكم دولي كره شاطئيه وكان معاهم الحكم الرابع الكابتن احمد عبد العزيز. النهارده الحكام بصراحه يعني انا من وجهه نظري انا احنا ما حسيناش بيهم طوال ال 90 دقيقه وده بيعتبر نجاح طبعا. طالما الحكم انت ما حسيتش بيه طوال 90 دقيقه في ماتش صعب زي مباراه زي الاهلي والمصري يبقى الحكم نجح بدرجه عاليه جدا. لان طالما ان الحكم ماشي بالامور وبهدوء يعني النهارده لو نتفرج على المباراه معظم الكور هتلاقي محمود البنا هادي في قراراته كلها لدرجه احنا في الشوط الاولاني محمود صفر 9 اخطاء بس خلال الشوط الاولاني كله. نيجي في المساعدين عندنا اول تسلل جه في المباراه النهارده في الدقيقه 61 يعني بعد ساعه ودقيقه من بدء المباراه في اول تسلل كان في المباراه. فطبعا ده يدل بره ايه برضو ان كان في كره في وسط الملعب كتيره اللعيبه كانت مركزه سهلت الماموريه على طاقم الحكام. بس برضو اللي بيخلي طاقم الحكام بينجح اقتناع اللعيبه بالحكم وامكانيات الحكم. عندك حق. طالما ان اللعيب مقتنع بامكانيات الحكم فبتسهله كتير جدا. مزبوط. من الامور. مزبوط. النهارده محمود وهو والطاقم معاه لعب باسلوب يا كابتن اسمه سهل الممتنع. حضرتك لو تفتكر السهل الممتنع ده انت بتتفرج على المباراه تحس انه بيحكمها بطريقه سهله بس تعالى بقى في الملعب هتبقى صعبه شويه. تمام. ان السهل الممتنع ده زي لعيب الكوره بيلعب بسهل الممتنع تحس انا ممكن العب مكانه بس لما تيجي تنزل الملعب بتبقى مختلفه. صح. فانا النهارده من وجهه نظري النهارده محمود عمل مباراه كويسه هو والطاقم اللي معاه. ما حسيناش باختلاف خالص مع احمد حسام طه او تحسين ابو السادات. كان في تعاون بطريقه غير مباشره مع طارق مجدي ومحمد حسن طوال ال 90 دقيقه. المباراه الحمد لله خرجت في اطار روح رياضيه يرجع سببها الاول طاقم الحكام النهارده. النهارده ممكن نتفرج بقى على اللعبات اللي احنا جبناها النهارده ورصدناها. ممكن نشوف اول لعبه. ده كوليبالي. ايه الفرق بين ده وبين الاسماعيلي؟ كويس قوي. النهارده كوليبالي وهو بيلعب الكره يا كابتن هتلاقي في عامل جامب مع لعيب بتاع نادي المصري في نفس الوقت. هتلاقي هما الاثنين طالعين في نفس الوقت واول ما بص يا كابتن بص هما الاثنين طلعوا في نفس الوقت وعاملين جامب هما الاثنين في نفس الوقت. بص الكره فين؟ هما الاثنين طالعين ولعب الكره.
لو يا ريت كابتن سمير طبعا يجيب لنا الهدف، الكوره اللي اتلغت في ماتش الاسماعيلي قبل ما يحتسب منها هدف بتاع ازارو، هتلاقي في فرق جامد بينهم، لان في الكوره دي زي ما بقول لحضرتك شفنا هما الاثنين طالعين في وقت واحد. هو في فرق بس انا يعني رايي الشخصي ان مفيش فرق كبير في الاحتكاك. بص يا كابتن هنا، بص هنا دراع ازارو بدراع كوليبالي الشمال حاطط ايده قبل ما الكوره تيجي لمدافع الاسماعيلي، وده في حد ذاته بيبقى فيه عدم تكافؤ فرصه للمنافس انه يطلع نفس الجامب بتاع المهاجم. لو شفناها دي مختلفه تماما عن الثانيه، بالرغم انه نفس اللعيب وغالبا برده في نفس الاتجاه المرمى الاولاني. تمام، هنا هو ناطط. لو نجيبها تانية يا سمير لو سمحت، بص هنا يا كابتن لسه قبل الكره ما تيجي، بص وهي في الهواء هتلاقي في كولوبالي دراعه الشمال على اللعيب بتاع الاسماعيلي، عمل له اعاقه، ما قدرش خلاص ينط، ما قدرش ياخد نفس تكافؤ الفرص عشان ينط زيه ويطلع الكره. هي خلاص راحت لحالها، بس انا شايف ان هو احتكاك عادي. ما يعني ربنا يخليك، ربنا يخليك. المصري نيجي بتاعه المصري هتلاقي فيها اختلاف، الاثنين طالعين بقى في وقت واحد، وقت لعب الكره لو قسمنا الكره رائع. بص يا كابتن الاثنين طالعين في وقت واحد، الثانيه لا، الثانيه هتلاقي في كولوبالي طالع وحاطط دراعه في الكرة دي. انتظر ماشي حبيبي اللي بعدها. ماشي اوكي خلاص نقدر نشوف بقى الكرة اللي بعدها. هنا طبعا هدف سليم من خلاص حسب ما فيهوش اي مشكلة. اهم حاجة طبعا في المباراة هي الاهداف، لان الاهداف مهما تكون هي بتبقى مؤثرة. بالظبط، لو في خطأ بتبقى فيها مشكلة. الكرة دي بقى كابتن يعني بص احنا عاوزين نتفرج عليها وعاوزين نعيدها. بص يا كابتن دي الكرة الهدف. تمام، نلعبها عادي جدا وبعد كده هنعيدها تاني بعد اذنك. اتفضل. تمام اوكي، بعد كده انا هقول لحضرتك انا هنا جايبها ليه بصراحه. تسلل يعني تقصد؟ لا لا لا، هقول لحضرتك. تمام، هو طبعا مبدئيا كتسلل هنا ما فيش تسلل، بس يا سمير ممكن نرجع الكره بقى من الاول، لان احنا بنجيب الحالات. بس لو سمحت اقف لحظه واحده يا سمير، احنا كيف سيد بنجيب هنا الحالات التحكيميه مش حالات الخطا، لا الحالات برضو الايجابيه للحكم. النهارده محمود البنا عند ال 18 تمام جري بالظبط سبرنت زياده عن 85 متر، وهو بيجري كمان برضو بيجري بطريقه نموذجيه كمان تاكيدا لكلام حضرتك، دخلت 14 ثانيه. برافو عليك، ده سبرنت يعني عالي القوه. بصوا هنا بيجري ازاي محمود، مازال في الكادر ودي صعبه صعبه، والكره برضو مازالت على يمينه زي ما اتفقنا. طالما ان الحكم بيجري صح لازم الكره تبقى على يمينه عشان تبقى بينه وبين مساعد الحكم. شاف السبرنت هنا وابتدى يسبق برضو لعيبه فابتدى يهدي. أوكي. تمام، طبعا هنا الكره ما فيهاش اي نوع من التسلل زي ما احنا شفناها امبارح، دي الكره اتلعبت لياقه محمود البنا. بالظبط، انا دي جايبه عشان اللياقه بتاعت محمود البنا، عامل سبرنت في حوالي 85 متر في حوالي 14 ثانيه، وطبعا دي بتبقى سرعه عاليه جدا من ال 18 ده لل 18 ده، مع وجود بعض الالعاب في لعبه فنيه يا كابتن في نص الملعب كان ممكن يحسب فاول. برافو عليك، كان ممكن يحسب، فمسك نفسه تحت فرصه، والقانون بيقول له حته ايه الثلاث ثواني ممكن يرجع في قرار لو شايف في اي مشكله. فطبعا دي انا الكره دي جايبها ايجابيه لمحمود. اوكي، ممكن سمير برضو نشوف الكره اللي بعدها. طب دي فاول، بص نشوفها تاني. سيبك من اللي اتحسب، احنا خلاص قلنا ان هو اضر بشكل كويس قوي طبعا اضر بشكل كويس، لكن ممكن النتيجه تبقى 1-0، ممكن تبقى 0-0. المطلوب ايه؟ بص هي الكره دي بتبقى فيها خطوره على اللعيب اللي ناطط اللي ورا، تمام، فهذه ممكن تتحسب، بس ممكن تتحسب على اللعيب اللي هو زي احنا بنقول عامل انطره اللي هو موطي، يبقى على المصري. ما انا بقول احنا بنتكلم عكس كده، فاول عكس، بنتكلم على المصري وعلى الاهلي، بنتكلم على الحاله يا كابتن سيد طبعا. أيوه هنا على المصري اوكي، ما احنا بنتكلم بقى في كوره. تمام، في كوره طبعا يعني ممكن هنا تقدير محمود ان هو ممكن يكون كوليبالي ناطط وقافز على جسمه. تمام، انما اما كوره زي دي تيجي في مدار على 90 دقيقه وفيها برضو ممكن تمشي كده او تمشي كده، فبنيجي لقرار الحكم، بس هي اقرب لها، بتبقى خطر على اللعيب اللي ورا عشان ممكن لا قدر الله ينزل على ظهره وتعمل اصابه خطيره جدا على المدافع يعني لو ناطط من ورا. يعني ممكن اطب ممكن ده هو العكس. انا بقول كده ليه، ارجع لي يا سمير بعد اذنك، يعني عشان عايز اقول حاجه، يعني اكتر حاجه مدمرانا ان انت ساعات صفارتك بتبقى على حسب النتيجه. انا هرد في الاخر. لا انا بتكلم باحساس الشخص، ممكن ان احساسي غلط، لكن انت في المطبخ يعني لو النتيجه مثلا 0-0 دي لا يمكن تتحسب، لان ما فيهاش حاجه خالص اصلا. وخصوصا لما تكون انت دولي، وخصوصا لما تكون بحجم محمود البنا او كابتن محمود البنا،
لكن انت ساعات بتلعب على النتيجه 2-0 وفاول مش هيأثر، الفاول ده ممكن يقلب الماتش، تبقى 2-1 ترجع في الجيم، مظبوط، يطلع 2-2 واحد وخلصت يعني. فما تلعبش على النتيجه، العب على القانون. تمام، هنتكلم بقى في النقطه دي. مع حكم زي محمود او حكم من حكام الدوري، مش خاصه محمود، صعب يا كابتن يعمل الكره دي، لان هي كره بالنسبه له في وسط مباراه في 90 دقيقه قد يكون فيها صواب وقد يكون فيها خطا، بس هو في تقديره في الكره دي ما اقدرش بقى اخش في نيته لو كانت النتيجه التعادل او النتيجه مثلا فيها سكور 2 أو 3. فدي كره زي كره الالعاب فيها 90 دقيقه، ممكن تقدير كل واحد، ممكن تقديري يختلف عن تقدير يعني حضرتك في الكره دي فاول عكسي. ما انا بقول لك ممكن تبقى فاول عكسي كده على نادي المصري على اساس ان في هتبقى خطوره على الناطط جامب من ورا. طيب عندك حاله ثانيه قبل؟ انا عندي حاله واحده بس. أتفضل. عندك انت حضرتك؟ انا عندي حاله بس ولا حضرتك عندك حاله؟ لا انا جاهز لو في اي حاجه ممكن نشرحها. طيب. ان شاء الله دي بتاعت وليد ازارو، هاتها من كل. اولا اللي مش اللي حسب دي مش محمود البن. تمام، هو تحسين السادات هو المساعد اول ولا تحسين ابو السادات؟ مساعد. تحسين ابو السادات. اللي حسب دي تحسين ابو السادات. في زاويه تبين قوي 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 جايه، يا رب تيجي في اللي جايه بقى. بص حضرتك، اوكي، ايدي فيها ايه؟ على صدره. هي على صدره. انا بص انا شايفها من هنا، ولا ايده الشمال فيها الكره جت فيها على صدره خالص اهي. على صدره، ده ايده، ده ايه دي؟ صحيح مفروده لكن هي ما جاتش خالص. لا هو فرد ايده خلاص بعد ما استلمها، عشان تيجي قدامه بالشكل ده يا كابتن سمير لازم ايده تقفل بالظبط عشان تبقى قدامه. ثانيا انا عايز اقول حاجه في القانون، اقف كده بس يا سمير، اقف زي ما انت كده بالظبط. حاجه في القانون، هو القانون مش انتوا علمتوه لنا وقلتوا لنا السنه اللي فاتت لو جت في جسمك وفي ايدك وانت نفس الشخص ما تتحسبش على المدافع؟ حصل ولا ما حصلش؟ ونزود عليها كمان حاجه، ايه؟ لو جبتها في زميلي زي ما قلنا بطنطا السنه اللي فاتت، لو جبتها في زميلي برضه ما فيش. انا ما اعرفش القانون ده السنه اللي فاتت، كان محمود البنا برضه لو تتذكر في ماتش السنه اللي فاتت اهلي وطنطا، زميل لاعب من طنطا لعبها بدماغه وجت في زميله وهو فارد ايديه، فقال لك ده يعني هيودي ايديه فين ولا المسافه ما تسمحش حاجه كده يعني. انتوا اللعبه غير متوقعه، قالوا اللعبه الغير متوقعه في لمسه اليد، فقالوا لي لا طالما جت في ايدك، او اسف طالما جت في جسمك، في جسمك وفي ايدك وانت في رجلك وفي ايدك ما فيهاش مشكله، حتى لو زميلك برضو في نفس القصه والمسافه قريبه خلاص يبقى بلاي اون. بس اعتقد كره دي ممكن يكون تحسين هو اللي هو اللي قد يكون في لقطة، لان خلي بالك انت اول ما اتلعبت هتلاقي ازارو بعد ما وقع بيبص على مساعد الحكم رقم واحد تحسين. لا وهو فواضح ان القرار جه من الاول، بيتكلم مع كابتن محمود البنا، شاور له، قال له مش انا اللي شفتها، اللي شافها تحسين. تحسين ماشي، لكن القانون صح، اللي انا بقوله صح. القانون صح، وبزود على حضرتك حتى لو جاي من زميله، يعني انا بلعب مع حضرتك ولعبت الكره في مسافه قريبه جت في ايدك خلاص دي ما فيهاش مشكله. طب انا عايز اقول لك بدل خطورتها بقى، الاهلي كان متقدم، دي الاهلي وطنطا، عيدها زي ما هي بقى. وليد ازار، بص حضرتك اللي انت بتشير ليها بقى اهي، دماغ اهي، طنط كله طنط، جت في ايد زميل. لما جتش في ايده هو بقى، ده جت في ايده زميل اهي. تمام، باينه جدا هنا، بس باينه جدا ما فيهاش حاجه. محمود البن على فكره انا اعترضت عليه ساعتها وقلت له، وهو قال لي اديني فرصتي بس اشرح لك، القانون بيقول كذا كذا كذا، دي اسمها اللعب الغير متوقع. وتقبلت الوضع عادي جدا بكل صدر رحب حقيقه، ما فيش حاجه قوي قوي كبر صدر رحب قوي، كنت صدر هادي وكل حاجه. ايوه هادي كيوت على الاخر. ايوه لا بس هو اللي قاله لك محمود ده هو كلام صح. طب المره دي ما هو نفس الحكم محمود البن. بس ثانيه واحده، هل هو خد القرار يا كابتن سيد؟ هاتها بعد اذنك. ما هو انت اللي شايف. لا مش بتاعت انت، بتاعت المصري بقى. ليه؟ لان هي انفراد كامل، انفراد كامل. يعني انت بتتكلم على نتيجه مباراه، هي مش لعبه وبتعدي على فكره. انا بتكلم على نتيجه. بس انا هقول لك ليه ممكن يكون تحسين. بص يا كابتن سمير، انفراد. بس خلي بالك كابتن، ممكن يكون قد يكون ان تحسين حسبها انفراد وطرد. بس انت عارف كده؟ ما خلاص بقى، من الاول هو حسب الاولانيه. احنا في المستقبل لو سليمه يبقى كده، برافو عليك، لان دي منع هدف محقق. بص ممكن يكون تحسين من زاويته، لان لو في كاميرا ورا تحسين، لو عندنا كاميرا، لو سمير عنده كاميرا ورا تحسين هتبان ليه تحسين خد القرار. تمام، انما لو في كاميرا ورا تحسين، وانا متاكد ان مفيش كاميرا ورا تحسين، يبقى نمشي مع قرار تحسين. طيب. اذا لان يعني خلي بالك ممكن يكون من وجهه نظر تحسين يا كابتن سيد ان هو خدها بايده. برافو عليك، عداله قصاده، خدها بايده على طول بالظبط، فنمشي مع قرار تحسين طالما احنا ما عندناش زاويه واضحه. الاختلاف عند كابتن تحسين ابو السادات ان هو قال ان هو خدها بايده على طول. طبعا وده يبقى ما حدش يرجع فيها، لان مسافه اقل من حوالي 17 متر. لا عندنا واحده ومن اول الموسم. لا ولا من اول الموسم.
بس يا كابتن عاوز اقول لحضرتك هي بقى السنه اللي فاتت كده. بص ادي برده كانت مع الاهلي فطلع الجيش، دي كانت مع الاهلي فطلع الجيش وقالوا انها خارجه من رجلك جت في ايدك فما بتحسبش. القانون دلوقتي ما بتحسبش هي هنا، ودي اتحسبت؟ لا ما اتحسبتش، ما اتحسبتش. سليم ده كان احمد حمدي، ده كان احمد حمدي كان الحكم. لا طبعا هنا قرار سليم، احنا بنجيب لانها نفس اللعبه على فكره. نفس القانون يعني نفس القانون بقى، نفس القانون مع، وممكن تبقى اختلاف يا كابتن ايه مع الحكم، ده تقدير. انما طبعا دي برده دي ما تتحسبش يعني. انما انا عاوز اقول ايه بس، النهارده ماتش صعب، هم كلهم نجحوا وبطريقه كويسه. وزي هعيد اللي احنا قلناه في بدايه المباراه في بدايه الحلقه، طالما ان احنا ما حسيناش بالحكم ولا اداء الحكم يبقى المباراه نجحت. انا حاسس بالحكم بقى في واحده، في واحده تانية ممكن بكره احضرها لك. انت معايا بكره احضرها لك. اعتقد ان محمد شطا اللي هو كان عنده انذار في كره مع حسام عاشور، حضرتك بكره بقى عشان ضيق الوقت النهارده تقول لي كان يستاهل عليها طرد ولا لا، فمحضرها لك بكره لان هو كان عنده انذار من الشوط الاولاني. انت عارف بكره ان شاء الله حضرتك موجود معايا من 11:30 ان شاء الله، ان شاء الله 12:30 ان شاء الله. يعني انت 8:08 بكره بالليل ولا النهارده؟ لا النهارده 8:08 كمان دقيقه بالظبط هيكون بالزبط. عيد ميلاد كابتن سمير عثمان، كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيب يا كابتن سيد، متشكر بيها زي حضرتك كده في تقدم باذن الله، ربنا يخليك احلى. والسنه دي يا رب ان شاء الله شرفني مع حضرتك بصراحه يعني. لا ده انا كمان والله انت عزيز علينا جدا جدا جدا، وكل سنه وحضرتك طيب. طيب يا كابتن متشكر جدا. طيب على العموم انتهى اليوم على خير الحمد لله رب العالمين. تفوق اهلاوي في اخر 5 مباريات ما بينه وما بين المصري، الكلام ده ما حصلش من حوالي سنه 76. كان اخر تفوق 5 مباريات متتاليه للاهلي على حساب المصري محليا، بداها الاهلي مع المصري في المره الثانيه اللي فيها تفوق 5 مرات متتاليه في 15/8/2017، ومرورا بمباراه الدوري الدور الاول السنه اللي فاتت 2-0 وهي نفس نتيجه الدور الثاني، وكان بينهم مباراه السوبر عن طريق وليد ازارو. النهارده كمان بيتفوق الأحمر على المصري بهدفين لكل بالي ووليد أزارو. يومنا خلص النهاردة، بكرة هنتقابل على خير في نفس الميعاد، لكن أذكركم أن في مباراة كمان بكرة في الأسبوع الثاني أو استكمال مباراة الأسبوع الثاني هتختتم بكرة بإذن الله ببيراميدز، هيقابل الإنتاج الحربي، المقاولين العرب مع مصر، سموحة مع نجوم اف سي، وطلائع الجيش مع إنبي. يومنا خلص إن شاء الله الرحمن نتقابل على خير بكرة الساعة 11 ويوم جديد من ملعب الأهلي. We'll be right back.